فالصورة اللي قدامنا دي صورة مش حقيقية لفلك نوح ولا للطوفان. الطوفان استمر لمدة أكتر من سنة قعدوا في الفلك، وكان ليه تأثيرات جيولوجية ضخمة وعلى الحفريات وعلى طبقات الأرض. الطوفان كان 40 سنة لكن بقيوا أكتر من سنة بعد أعتقد 40 يوم أصدق 40 يوم 40 وليلة يعني. بس لا، ما هو 40 يوم وليلة ده كان المطر. لكن ينابيع الغمر العظيم انفتحت وتعالت المياه ارتفاعا متتاليا مدة 150 يوم وقعدت 150 يوم لحد ما جفت، بس كانت لسه الأرض صوفت. إنه لما ابتدأت تظهر اليابسة يمكن أخذت أكثر من سنة، هذا اللي عاوز كده. أقول 371 يوم حسب الكتاب المقدس. فالصورة دي طبعا صورة غير حقيقية للفلك، وده بيخلينا نفهم الطوفان كأنه حدث صغير. ده كان حدث عالمي عملاق أثر على كل طبقات الأرض.